درت نهار قبل، يعني ماشي النهار اللي كنت في السبيطار، هذا راه نهار قبل. مشيت اليوم في الصباح درت التحليله ديال الكوفيد، لان ملي كتبغي ديري العمليه خاص ديري التحليله نهار قبل. ايوا مادام مشيت درت التحليله وليت جيت للدار صافي عجنت ليا هذا البطبوط. ما بغيتش ندير معكم الطريقه، اورماي راكم شايفينها ودايراها معكم. درت البطبوط، درت هنايا البيتزا، درت هنايا الخبز ديال الشعير، وهادي ها واش شحال درت، قولوا لي واش حادقه ولا ما حادقاش. قال باغا نمشي مع غادي نغبر واحد العام تقريبا يا اختي، حنا المغاربه لا اله الا الله وصافي، عندنا واحد النفس حاره، واحد النفس يعني هادي غادي انا للسبيطار باش ملي نمشي ولادي غيبقاو في الدار، غتجي اختي تجلس معاهم يكون عندها كلشي موجود. وعادة انا ملي نخرج يعني ماشي عادك النهار غادي نخرج ولا الغد لي خاصني نبدا نعجن ولا نبدا نطيب، غيبقى لي غير داكشي الخفيف غنديرو، ولكن هادشي اللي كياخذ الوقت وهادي انا درتو دابا. هانتوما ها هو كتشوفوا فيه، درت المسمن، حتى هو المسمن راه درتو البارح لان لا جيت خليت كلشي حتى اليوم وعاد درتو. درت سلو البارح، سلو حتى هي راه ديال الزرع، راه تتجي بها والله الا دايره فيها غير دقيق ديال الزرع بوحدو، حتى هي كتجي زوينه صحيه. يعني ملي غنخرج نقدر بطريسلات في الصباح، انا راه كنديرها العام كامل ماشي غير دابا، غير دابا كانت سالات ليا ومازال ما كثرتش، انا ديما تنكثر منها بزاف. المسمن هو هذا حتى هو راه درتو انا يا قبل، ودابا غندير كلشي في الفريغو. ايوا وان شاء الله نتمنى كلشي يدوز بخير. يعني هذا الفيديو راه غتشوفوه مع الفيديو ديال السبيطار باش نوريكم المراه المغربيه ملي كتكون اوروبا زوينه وخايبه في شحال من حاجه، يعني عندها الايجابيات وعندها السلبيات. انا لو كنت في المغرب ما غنوضش ندير هاد الحوايج اللي كندير فيهم دابا، طيبي عجني خبزي تقديت، مشيت تقديت ما خليت ما درت يعني يومين والله العظيم، وانا تنجرب على غادي نهرب ولا شنو غادي يوقع ليا باش ملي نخرج يكون عندي التقضيه، يكون عندي كلشي موجود. لان هنايا ماشي بحال معاك امك ولا معاك عزوزتك غادي تمشي للسبيطار، وهما ديك المده ديال 3 ايام ولا 4 ايام في السبيطار غيديروا هما كلشي، داكشي اللي محتاجين له غيديروا له. هنايا راه ما حك لك ظفرك كاش اللي حك لك ماشي قضيت انا، يعني هاد الحوايج مفروض غديريهم سينو ما غيغلب عليك الزمان. يعني لا تابعك شي حاجه خاصك تجري ليل ونهار باش غتقضي ديك الحاجه اللي خاصك تقضي. ماشي تاني كاينين في المغرب غتخرجي تشري البطبوط من الزنقه، لا جا عندك الناس يشوفوك ولا غترسلي شي واحد غيجيب لك اللي بغيتي من الزنقه. هنايا خاصك الحاجه تصاوبيها في الدار، اوكي ما صاوبتيهاش شري باريزيان باريزيان ايوا ها نتوما معانا غتشوفوا كاع تشوفوا كيفاش غدوز الامور في السبيطار وهذه، ودعيوا معايا ونتمنى يكون خير ان شاء الله. انا دابا غير وريتكم يعني المراه المغربيه المهاجره ملي كتكون عندها شي حاجه، حنا راه ديما يا في ولاده راه تكوني غادي بغات تولدي تصوبي كلشي وتقادي وعاد تمشي، والنهار اللي ترجعي من السبيطار خاصك ثاني تجي هذاك النهار تجي الغد اللي كتنوضي. حنا راه ما كننفسو ما كان مرضو تبقى شادة الفراش مدة، يعني كل شيء فيه به بالزربة. أنا عقلة ولدي الأول ولدته في المغرب والله العظيم 20 يوم وأنا جالسة وهما تيطيبو تيعطيوني، ولادي الآخرين اللي ولدتهم هنايا كنوض من ساعتي كنشقى كنطيب أنا الربيسة باش ناكلها، واخا واحد العام كانت معايا أختي حافظة وهادي تهلات فيا بالماكلة، ولكن في ريان كنت بوحدي تنجي تنطيب راسي وهادي. إوا ما كاين باس، بقيت نعاود ليكم من حاجة غادي نمشي ليكم بحاجة أخرى. هادي عا بغيت نوريكم بلا أن يعني هنايا راه مختلف على المغرب. المغرب كنتي باغا ديري عمليه غادي تفكري غير في راسك في راحتك في هادي، يعني ما غتنوضيش غتبقاي طيحي وتنوضي وتقدي، راه خدمت لافاطريش خدمت شوكاتريش جمعت الدار قاديت بحال باغا نهرب بحال باغا نبرك واحد العام في السبيطار ماشي 3 ايام ولا 4 ايام. صباح الخير يا وجوه الخير، كديرين لاباس عليكم؟ كلشي بخير كلشي مزيان؟ ونيت هاد الصباح صباح واش من صباح، شوفوا الصباح كدير، صباح الربح وصباح السعاده وصباح الفل والياسمين. شوفوا الليل راه باقا الظلمه راه يلاه 6 ونص، ايوا لالا يا لالا هاد الصباح انا عندي شويه الخلعه طلقي مني والخلعه طلقي مني اليوم عندي غندير العمليه ان شاء الله الا بقى العمر، والله يجعل سيدي ربي يسهل ودوز الامور بخير
وتنطلب منكم تدعيوا معايا، دعوة الغريب مستجابة، دعيوا معايا نرجع لوليداتي ودوز كل يدوز كل شيء بخير وعلى خير. ايوا هذا الصباح انا غادي يبقى فيا رايده مسكين بكى بكى، والله الا ما قدرتش كون صورت لكم رايده وكي كانتي بكي مسكينتي يعرعر. ماما انا ما باغيكش تموتي، كنقول لها وليدي ما غاديش نموت، غادي ندير غير عمليه صغيره عمليه بسيطه. وهو خاف مسكين غير تيسمع قال لا غيقطعوا لك عنقك. غندير عمليه على حساب تيرويدي على حساب القواطر. ايوا الصبر وصافي، لا اله الا محمد رسول الله، اللي مقسمها سيدة ربي مرحبا بها. بعدنا ما غنديرش عيني كي صابحين مغمضين، لان ما نعست حتى لجوج تاع الليل وسته راني فقت والله الا شوك الصباح دايره. ايوا الصبر نكون دايره كيما بغا نديرها، داكشي اللي جابو سيدة ربي مرحبا بيه. ايوا ادعيوا معايا الله يرحم لكم الوالدين. وهنا غاديه وشوفوا غير الغربه وكي دايره، غاديه بوحدي ما غادي معايا لا حنين ولا رحيل، غاديه بوحدي نحط نوبلتي في الباركيد وشوف الغربه وكي دايره. يعني كانت المغرب كنت نلقى غادي معاك امك وغادي معاك اختك وغادي معاك خوك وغادي معاك الطوموبيل عامر وانت غادي راكبه تخفان اللور. ايوا هنايا خاصك غاديه تولدي تمشي بوحدك، خارجه من السبيطار والده تجي بوحدك، تجي هذاك النهار ترقي السوبر وتجي للدار طيبي. غادي بحال دابا غادي دير عمليه، غادي بوحدي نحط نوبيلتي تماك في الباركيجو ونخليها تنخرج عاد نجيبها. ايوا الصبر يا الصبر الصبر، انا ديما تنوسع على الصبر. ايوا الصبر. ايوا ها انتما معايا باليزتي راه دايره في الطوموبيل، تا وصلت تماك وراه نصور معاكم. شوف راه باقا قد المره راني باقا تالفه، راه فمي ما عارفه اش تيقول. المهم الكلمه الوحيده اللي نقول لكم هي دعيو معايا دعيو معايا دعيو معايا، الله يرحم لكم الوالدين والله يعطيكم صحيحتكم تتمايا، والله لا يوصلكم للسبيطارات ولا يوصلكم لهاد الحوايج. نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير، حتى واحد ما يوصل لهاد الحوايج. واللي مقسم سيدي ربي مرحبا، مع ما غنديرو اللي جات من عند سيدي ربي مرحبا بها. ايوا تهلاو في راسكم، وانا ملي غنوصل للسبيطار غنصور لكم شي لقيطات ان شاء الله. دابا نطلع السانسور صيبت الوراق قديت كلشي كاع الامور، يعني دخلت ما كانش بنادم بزاف، وهذه بالزربه ما لحقاش 5 دقائق ولا شنو كانوا صافي صادوا لي الوراق. جا هما الوراق مصوبين، غير هي بلانك سافرك دخلتي غادي تنعس في السبيطار. وهذه ايوا وهذه وهذه هذه حتى هي مات، هذه ها ملي كنبقى نفكر كنقول لكم هذه. ايوا دابا انا صافي طلعت السانسور، انا وصلت للنمره اللي خاصني ندخل ليها. ايوا ها انتما معايا من بعد. ايوا انا دابا درت العمليه، بس كلشي بخير وعلى خير الحمد لله والشكر لله، اللهم لك الحمد ولك الشكر، بس الامور كلشي بخير. كنت باغا ندير معكم فيديو قبل ما ندخل للبلوك ندير العمليه، وحتى ملي كنت باغا نخرج ملي غنخرج، ولكن انا غير وصلت يعني 7 ديال الصباح 7:30 راني في البلوك، راني في الصالة أوبيراتوري درني العملية بالزربة، دخلوني أنا الأولى. ومن بعد ملي خرجت ما كنتش قادرة لا نهدر ولا نصور ولا والو، تصور صورت الهضرة ما كنتش قادرة نهدر. دابا تشوفو في التصاور كانوا محلي ليا الخيوط هنايا في عنقي، ديري ليا اللي كتصفي الدم، ديري ليا الخيوط في يديا، بالحكم ما كنتش كنقدر نتحرك لا هاك ولا هاك. هذاك الشيء علاش ما قدرت لا نهضر ولا نصور، وكان مشى ليا الصوت، الصوت هو كان مشى ليا، ما بقيتش كنقدر نهضر. نزلت دابا شويه بديت كنهضر شويه. ايوا الحمد لله دعيو معايا دعيو معايا، ربي يجيب ليا الشفاء الحمد لله. دعواتكم راه ربي غيكون يستجيبهم، دعوه الغريب تتكون مستجابه. دعيو معايا الله يرحم لكم الوالدين، نتشافى ونرجع لوليداتي ونوقف على رجليا. راه المرض ما كيبغي حتى شي واحد، وحتى شي واحد ما كيبغي
وصل للسبيطار وصل للمرض وصل للعمليات، ولكن لقد سبب لي شي حاجة مرحبا بها، والحمد لله والشكر لله. بدات كان كاين العنايه، العمر كتدوز فيها خير على خير، ما كتضربي الحسبه حتى لشي حاجه، لا التحاليل ولا اي حاجه، ما كتضربيش ليها الحسبه، يعني الحمد لله كل شيء كان على ما يرام. وبالحكم تاع الكوفيد ما كيدخل عندي حتى شي واحد، لا من العائله ولا والو، يعني كيما شفت راسي، وملي غنخرج غنمشي راسي، يعني مع الكوفيد ممنوع يدخل عندك شي واحد، باش على سلامة عباد الله، باش ما يجيش شي واحد ويكون متصاب بالكوفيد ويعادي الناس الاخرين. والكمامة كنعسو بها وكنفيقو بها، ممنوع تعيديها، يعني ما تعيدش نهائيا. ومعانا كنت ما كناكلش، كانوا مع الكلية على السيروات، يعني ملي دخلت وانا دايره كنبدل اكل ثلاثة سوايع، كيجيو يحيدوا لي وحده ويديروا لي الاخرى، وما كان معيتاش، عرفتي مع الصوت ما ماشي ليا، نفسي توقفات. الصحة هي كل شيء، نوصيكم على الصحة الصحة الصحة. وقد ما الإنسان كانت عنده صحيحته يأكل ويخرج ويتمتع ويدور، أنا وصلت الماء ما كنقدرش نشربه، الماء كنوصل نشرب شغيمة كتوحل لي ما كدوش، يعني لا ماكلة ولا ما. قد ما الإنسان لقيت الله في راسه، وقد ما الواحد لقيت متع، وقد ما هو باقي قادر ياكل ياكل، لأن لو وصلتي لواحد المرحلة بحال هاد الحوت كتبقى تبان لك حتى شي حاجة، كتبان لك أفعالك وأعمالك صافي، هما اللي كيبقاو يبانو لك. إيوا تما معايا، تما اللي قدرت نعاود نصور لكم شي حاجة أنا غادي نصور لكم، ما قدرتش حتى غنمشي للدار إن شاء الله ونصور لكم ملي نولي شويه، بالحكم الصوت ما عنديش الصوت نهائيا. ايه باش ندير الحمد لله والشكر لله، اللهم لك الحمد لك الشكر. ايوا انا دابا شويه جابوا لي الماكله، شويه كليت ماشي ما كليتش، هنا كانت المينيسترينا والفرماج مع الزر خمس دقائق خمس بسكوتين باش ناكلو. هذا كليته، ايوا قرعه تاع الماء، كان شويه ما كنقدرش ناكل بزاف. الحمد لله والشكر لله، اللهم لك الحمد، الصبر وصافي، كل حاجه كدوز بوقتها، الصبر والصبر وصافي، لا اله الا الله. البلاصه اللي نعسى فيها، الغرفه اللي نعسى فيها، واحد المنظر رائع، واخا هو المنظر رائع في السبيطار ما عمره ما غيكون، ولكن شويه غير باش كتحسن النفسيه. شوفوا شحال عامر الدار كيتجو، يعني بلاصه الطنوبيلات شحال عامره، ديك البلاصه اللي كيبان هذاك راه اللاكو، يعني بحال الشكل ديال البحر، كله غير هو معاه، شتو انا مقرب باش يبان ليكم، منظر رائع رائع. ملي كاين هاد الشراجم نتي ناعسه في بلاصتك كل شيء تيبان لك، تتهزي راسك تيبان لك داك المنظر زوين غزال، اش كيداير منظر رائع. ولكن كاين واحد النقاء، واحد النظافة، واحد العناية الإنسانية، يعني تنقولو يهود ولكن عندهم واحد الإنسانية، واحد الإنسانية ما نعاود لكمش عليها. لا لي وصل شي واحد لهنا، ولكن إلا وصلتي كتلقاي بهداك المورال تي تترفع لينا، ملي كتشوفين كي كيتعاملوا معاك والطريقة باش كيتعاملوا معاك، يعني فرملية غادية فرملية جاية، الطبيب العالم كتخرجي من العملية العالم ما كتحسيش به نهائيا، يعني تيعطوك يعني الدواء على حسب الحريق، تيعلقولك السيرو على حسب الحريق، ما كتبقاي تحسي لا بألم ولا بوالو، تولي غير النعاس. انا ملي درت العمليه وانا ناعسه ليل ونهار ما كنفيقش من النعاس، حتى باش المنظر كدير سمحوا لي داك اللي راه كله يعني لاكو بحال البحر واعر، قبيله كانوا دايزين الفلوكات دايز الباطو، ما
وانت رايح هاد السبيطار كاين في ديز نتانا ها بلاصتي انا الثانيه. شو عامر الدم اللي كان خارج ليا من عندي هذاك ديال الصباح هادشي كل نهار يبدلوا اللايطو البلاصه فين التلفازه ديالك كل واحد ديالي انا هنايا التلفازه التلفازه هنا ديال المراه اللي كاينه ناعسه حدايا التلفازه تماك. دابا السيده اللي ناعسه حدايا تلفازتها انا الليطو ديالي التلفازه ديالي الطبله ديال الماكله انا كانوا كيجيبوا لي واخا كنت ما كناكلش هذيك كانوا يحطوها لي حدايا على خاصتني شي حاجه. ايوا ما نتمنى حتى شي واحد يوصل لهاد البلاصه نبغي كلشي يكونوا بخير على خير وفي صحه جيده يا رب. كيكون عندك نوريكم شويه هنا كاين الماريو الماريو فيه حوايجي فيه باليستي على هاد الشكل فيه باليستي فيه حوايجي تماك ديك البلاصه فين كيفطروا الناس ولكن دابا مع الكوفيد واخا هكاك ما تيخليوش الناس يخرجوا بزاف. هنايا فين كاين الدوش وكاين النادي في نفس الغرفه اللي انا فيها هنايا السويدار يعني النقاء والنظافه وداكشي يعني بحال بركه في وطيل في وطيل والله العظيم. هو المرض ملي كيصيبك سيد ربي ما عندك ما غديري ولكن ملي كتكون واحد العنايه كتحسي بي تيخفوا عليك داك الالم تيتخفف يعني ما كتخرجي حتى ريال من جيبك. انا نعسه دابا شحال من يوم ما مخرجه حتى ريال من جيبي نعسه فابور داويه فابور عنايه فابور واحد المعامله ما نعاودش لكم عليها. ايوا انا رجعت لكم ثاني كل مره كنصور معكم شويه ما ملي كنكون هضرت نعيا يعني صافي كنقطع تنقول تن من بعد ونعاود نهضر ثاني. دير الرياضه شويه قراجتي ايوا باش ديروا الاخوان الاخوات الصبر وصافي. المهم المصاب اللي جات من عند سيدي ربي مرحبا بها وما عندنا هروب عليها داكشي اللي مقسم سيدي ربي مرحبا بيه. جلسات اللعب بها هذه ديرين لنا يعني كتصوني عليهم الوقت اللي لا بغيتي شي حاجه من كتشعلي الضو من كتطفي كتصوني عليهم كتصوني عليهم ما تجوج دقائق تصوني في البلاصه اش من جوج دقائق في البلاصه كتصوني عليهم كيجيو شو كنبدا نهضر كنعيا ما عنديش الجهد تاع الهضره نهائيا. الله يجعل سيدي ربي يلطف بينا والله يجعل سيدي ربي يعطينا صحيحتنا وش نقول لكم الصبر وصافي لا اله الا الله الصبر وصافي. دعوا مع اختكم دعوا مع دعوا معايا كمامه انا تنضحك حتى في السبيطار نضحك ديما الضحكه خاصه ديما الضحكه هي واش غديري ولكن هاد 3 ايام دازت عليا ما كان قدر لا نضحك ولا نهضر ولا نوض كنت شاد الفراش ما كان يعني كندور لهك لهك لهاد البلاصه ناسا هي والحمد لله الشكر لله يا مبيني يا مبيني هنايا اول نهار دابا اليوم الثالث هذا غادي جابوا لي الماكله قبل كانوا معلقين لي غير السيرو يعني ما عنديش الحق ناكل. اول نهار جابوا لي الماكله وقالوا لي جربي بشويه كلي بشويه بشويه باش ما توحلكش. دابا الماكله على هذا الشكل كيقيد السيرو ديالي دابا السيرو ديالي تيقيدو النمره ديال الصالة اللي انا فيها الماكلة اللي غايجيبو ليا اجمل ماكلة جابو يعني قال الماكلة تيقيدوها وهما تيجيبو النهار الاول تيجيو عندك قبل وتيسولوك شنو اللي بغيتي تاكلي وانتي كتشرحي ليهم داكشي اللي كيجيبو لك الكتاب وانتي تاخدي على حسب المرض ديالك يعني اجمل ماكلة اللي غادي يعطيو كيجيبوك الكتاب على حسب مرضك. انا مادام على حساب القواطر القرشوطه عندي مسدوده جابوا لي داكشي اللي رطب وتا في الدار قالوا لي ملي تمشي قولي داكشي اللي رطب جابوا لي هذا ديال الدراري الصغار
هذا ما غاديش ناكله وما قدرش تنشوف فيه، هذا غادي نحيدو. هذه فروت مطحونه، تفاح مطحون على هذا الشكل، دانون. هنايا جابوا لي هذه ديال البطاطا، بطاطا مطحونه، بوري ديال البطاطا. وهنايا حسوه، كما كنقولوا ديالنا ديال المغرب، حسوه بالحليب وقريعه ديال الماء. يعني ما جاتش في الكفايه شحال من حاجه كيجيبوا لك، يعني في الفطور في الغداء في مع الربعه تيجيبوا كاموميل ولا اتاي، وثاني العشاء في الليل ثاني كيجيبوا لك كاموميل باش تنعسي. ايوا نو الحمد لله كيقوموا بالواجب ديالهم، يعني ما نسالوهم الا الخير، وماشي كنقولوا لا يهود خصهم ولا هذه، لان دايرين خدمتهم وكثر من خدمتهم. انا بعدا كنبقى كل الشكر ليهم، كل الشكر كل الشكر. ايوا دابا انا غادي نبدا ناكل كل حاجه مغطيه بديالها، كل واحد تيجيبوا له سميتو. السيده اللي قدامي هي تاكل في ماكلتها، يعني انا وياها نونتيلو بريزا بريزا سلو بياتو السيور كابانتي دي ميكو زلالو بريزا لبستيكا تقل هي لبستيكا كل بولي المسترينا البطالون البنانا البوتيلة داكما السوكو. ايوا انتوما معانا كل كيس اللي بغينا نكونوا معاك. اخوات انا دابا خرجت، هذه هي الخرجه ديال السبيطار. صافي الحمد لله خرجت، داز كلشي بخير على خير. ايوا الحمد لله انا دابا خارجه، هو هذا السبيطار راه كبير بزاف السبيطار. الدخله ديالو هي هذه، راه فيه شحال من طبقه، فيه شحال من بارتي، فيه هنايا فيه هادشي اللور، فيه ديك الجهه اللور هكا. سبيطار كبير هنايا في هاد البلاصة. ايوا انا دابا انا خرجت الحمد لله والشكر لله. ايوا خواتاتي شكي خارجة دايرة، خارجة بيضاء على وجهي عندي، خارجة مسكوفة تشم شوية الهواء. ايوا شتو الغربة شحال خايبة، هادشي كله جيت دخلت بوحدي ودابا خارجة، خارجة بوحدي باليستي. وخارجه خارجه بوحدي، طوموبيلتي حاطاها في الباركيتشو في ال ايوا انا دابا غادي خارجه، يعني موتي بوحدك وحياي بوحدك. ها طوموبيلتي فين ما حطيتها بقات، النهار اللي جيت دخلت السبيطار حطيتها هنايا. غادي وصلت بليزتي، جيت بوحدي غادي بوحدي. شحال توسخات مع بقات في الغبرة، هادي 3 أيام وصات بقات في الغبرة ولات حالتها، ولكن ماشي مشكل ديال الطوموبيل، المشكل هي صحتنا. والله إلا شي الغربة زوينة وخايبة شغل، جيت بوحدي وغادي بوحدي. شكون ولات بالغبرة ماما ميا، النهار اللي جاية باغا نعز جيت بوحدي، والنهار اللي باغا نمشي تاني كذلك خرجت بوحدي، خارجة بشوية بشوية. كنعكس تخرجت شادة متكالبة ليستي تخرج، الحمد لله وليت شوية أحسن من الأول، ولكن هذه هي الدنيا، الصبر وصافي. لا إله إلا الله الصبر وصافي. خرجت صفراء مسكوفة، شوفوا شي كدير، هو المرض لا لا يعطي لشي حبيب ولا لا يوصل لشي حبيب للسبيطار، وهذه يعني الجهد ما كيبقاش. كتكوني يعني كنكون على برا نخدم، خارجة داخلة نجري، تتقولي صحتي بحال العود، ولكن
كتجيك ابسط الحوايج كتحش لك الركابي وكطيعك ما كتبقاش كاع الجهد فيك نهائيا. كتولي تتشاهدي تتقول لا اله الا الله محمد رسول الله والله العظيم لا الصبر وصافي. ايوا الحمد لله انا يعني بدلوا لي الفاصمه وعادي دابا من هنا لسيمانه ونعاود نرجع ان شاء الله وشويه شويه كنحس بشويه. اللهم كتحيدي عليك المرض وكتهناي. ايوا اللهم لك الحمد. دابا انا غادي عب واحد نهايه ليا الماسكيرا شعري ما مغاسلهاش هادي ما تحل من يوم من النار دخلت. ايوا الصبر صافي يلاه خليت لكم الراحة ونتمنى ما تواصلوش ما تواصلوش كاع اللي شاف هذا الفيديو نتمنى له الصحة والسلامة وما يشوفش هاد البلاصة إلا لقال واحد غيشوفه وهو فرحان بواحد البنية ولا بواحد الوليد. أما باش يدخل على المرض نتمنى اللي شاف الفيديو ديالي ما عمره ما يوصل لهاد البلاصة وما عمره ما يوصل ما عمره ما يوصل لهاد اللي يلقي شي مرض اللي يستقدر فيه عملية ولا فتح ولا الرواح وداك الشيء ماشي مشكل ولكن هاد الأمراض صعيبة. إي والله يجعل سيدي ربي يخليكم ديما منورين ويخليكم ديما الفوق الفوق ويخلي لكم صحيحتكم وصحيحت معز عليكم. يلا كنبغيكم وكنحماق عليكم وداك الشيء علاش قلت ندير فيديو واخا غير مش مرة مرة شحال من يوم وأنا كل نهار كندير شوية كل نهار كندير شوية على حساب ظروفي وعلى حساب صحتي بقيت كنمر كندير شويه. يلا كنبغي ديما ندير لكم شي حاجه اللي زوينه اللي كتضحك اللي تشوفوا وتعجبكم. يعني هذا الشيء ديال السلبيات ما عندنا ما نديرو بهم خاص غير داك الشيء ديال الايجابي ولكن ملي جابوا الله قلت نشاركوا معكم علاش لا. يلا تهلاو في راسكم وتبقاو لي على خير.